من أعلى قمة في العالم رفع العلم السوري للمرة الأولى. إنه المغامر سامر العقاد ابن حلب، الذي عمل على مدار عام من الجهود الكبيرة والمهمات المتعددة والكثير من التدريبات الشاقة التي نفذها في سبيل تحقيق الحلم وليوصل رسالته إلى العالم إن سوريا بلد السلام. جبل فوجي في اليابان عام 2000 كانت المهمة الأولى والأصعب، وبعدها تطور هذا الشغف والحلم ليأخذ أقصى حدوده في تسلق أعلى وأخطر جبال العالم إيفرست. في رحلته هذه كان تخطي أي عقبة يأتي في الدرجة الأولى من الإيمان بذاته وقدراته. ففي قاموس المغامر السوري سامر العقاد لا وجود للمستحيل مع الإرادة. اليوم نحكي أكثر عن تفاصيل هالمجهود يلي كانت ثمرته النهائية تسلق أعلى قمة في العالم. بصرنا نرحب بالاستوديو بالمغامر سامر العقاد. صباح الإنجازات. صباح الخير والسلام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سامر، الحمد لله على سلامتك. وأكيد نحن فخورين فيك، يعني قد ما نحكي ما بيكون بمستوى الفرحة يلي انتشرت على السوشيال ميديا، فرحة الناس اللي بتعرفون والناس يلي ما بتعرفون. من كم شهر يمكن التقينا سوا وقلت أنه أنا بدي أكون بإيفرست، حطيت الهدف ببالك وعدت ووفيت ورفعت العلم بإيفرست. خلينا نحكي ليش إيفرست، وخلينا نحكي كيف تم التحضير لإيفرست؟ أول شيء إيفرست هو أصعب جبل بالعالم، هو أكبر تحدي بين الإنسان والطبيعة، لأنه هو جبل طبيعته المناخ تبعه كتير قاسي، بأحسن حالاته بتكون ناقص 40 درجة الحرارة، دائما عليه هواء، 45 درجة أقل شيء بتكون التسلق. أيام اللي بنقعد فيها لنصل لقمة إيفرست، نحن تقريبا قعدنا 55 يوم بمكان واحد مع أشخاص نفس الأشخاص، عم ناكل نفس الأكل. هذا كتير تحدي، بيصير تحدي للإنسان أنه أنا شو عم بعمل هون، ليش أنا موجود هون. وإيفرست خطورته مو بس بتسلق القمة. هاي السنة في 12 واحد ماتوا، ال 12 واحد بعد ما وصلوا للقمة هن رجعانين ماتوا. فهذا الشيء دائما بيخلي في تحدي جوات البني آدم انه انا شو عم بعمل. يعني نحن عم نمشي على الطريق شفنا احد الجثث موجودة صار لها سنة وشهر موجودة بنفس المكان، ولازم تمري من جنبها، يعني بنفس الحبل اللي عم نمشي عليه بنفس الطريق موجودة هي الجثة. فهون بتضل هيك تقريبا، ضليت نص ساعه تعزيك الدنيا انه انا ممكن باي لحظه اقعد يصير فيني مثل هذا الزلمه. فهذا الشيء بيخلي دائما انه في تحدي عن جد من الجبل، من الشيء الموجود على الطريق للانسان اللي عم يتسلق. يعني حتى النيباليين بيقولوا لك انه ليش ما بتنزلوا الجثث لتحت، بيقولوا لك لا، اذا اهله ما طلبوا الجثه او لانه هي بتكلف كثير لتنزيلها لهي الجثه، فنحن بنتركها لنردع المتسلقين انه ما يطلعوا على هذا الجبل، لانه هو عن جد جبل كثير خطير. يعني في نحن لحظات كنا عم نمشي على حفه ممكن باي لحظه، يعني صح نحن معلقين بحبل امان بس بالاخير حبل الامان هو معلق بالثلج، فممكن اذا وقع اكثر من واحد اكيد بيروح الحبل. بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. يعني سامر نحن كنا عم نقول مغامرة بس ما يمكن كان متخيلنا أن يكون فيها هاي المخاطرة الكبيرة اليوم. أكيد في هدف كتير كبير أو رسالة كنت حابب توصلها، خبرنا عنها. قبل الرسالة، هو إيفرست معروف باسم جبل الموت. أنا وقت رحت ساويت دراسة، نسبة الموت بهذا الجبل 4%، تعتبر نسبة كتير كبيرة للبني آدم. بس وقت حدا بيحمل رسالة لبلده، رسالة تحدي من كل السوريين لكل العالم انه نحن موجودين. انا من اول يوم قررت اعمل فيه إيفرست كان حلمي انه اصل للقمة بس لاقول السلام لسوريا،
واقول هنا الجمهوريه العربيه السوريه. وقت بيكون هذا موجود عن جد بقلب البني ادم وليس مراءاه، يعني انا ما بيع وطنيات خلينا نقول، ما في ما في اي شيء ثاني كان براسي غير انه عن جد انا اوجه رساله للعالم انه نحن السوريين قادرين. ووقت اكتشفت انه ما في ولا سوري عامل هي القصه مقدم على ايفرست او طالع ايفرست، صار في عندي تحدي اكبر انه لا، لازم اول شيء نحن السوريين نكون موجودين بكل مكان، ثاني شيء انا دائما بقول نحن السوريين حدودنا السماء. فكوننا حدودنا السماء نحن من حقنا نكون موجودين على سقف العالم، ومن حقنا انه نقول لكل الناس انه نحن كل الناس مفكريننا انه نحن بحرب وما عم ناكل وما عم نشرب وقاعدين، لا نحن عايشين، نحن بنحب الحياه، نحن كثير بنعرف نحن السوريين شلون نعيش. نعم سامر، كواليس كثيرة وأحداث كثيرة صارت يمكن ضمن شهرين من الوقت أنت وعم تتسلق إيفرست وبالرجعة كمان، عم بيقولوا الرجعة أصعب من الطلعة. للأمانة وقت نحن طلعانين للقمة يمكن خاص بس توصل عند القمة هيك تماما، وقت طلعاني للقمة عندك شغف بحلحل التعب مثل ما بيقولوا، مو بس بحلحل عندك شغف أنا بدي أصل بدي أرفع العلم. يعني أنا وقت وصلت للقمة بخبروا البيس كامب المخيم الرئيسي انه سامر عقاد وصل للقمه، ففورا الدكتور عم بيقول لي انه امورك الصحيه منيحه. عن جد الكلمه الوحيده اللي طلعت معي فيرست سيريان ان سمت، اول سوري على قمه ايفرست. ما طلع معي لا ما بعرف انه اموري منيحه ما اموري منيحه. ونحن نازلين انا قبل بساعه خلص معي الاكسجين، فنقص الاكسجين صرت امشي اكثر من خطوه، ما احسن امشي، امشي واقعد اصفن هيك انه خلاص خلصت الدنيا. ارجع اقول لا، انا وعدت رفقاتي واهلي انه بدي ارجع، بدي ارجع لسوريا وبموت بسوريا، ما عندي مشكله بالموت بس بدي ارجع لسوريا واموت بسوريا. هذا الشيء اللي هو كان عن جد عم يعطيني الدافع انه لا بدي اكمل بدي اكمل بدي اكمل. الحمد لله رب العالمين، يعني انا عن جد بقولها وعدت ووفيت انه هي كلمه مو بس لنفسي بعدها لسوريا كلياتها. انا وعدت سوريا انه اساوي هذا الشيء لألا، الحمد لله انا دائما بقول سوريا امنا، فساويت وعدت امي انه انا رح اطلع على سقف العالم وارفع علم الجمهوريه العربيه السوريه وهي سامر وارجع تماما وارجع على هالبلد هاد لا اقعد فيه لا اقول انه انا عملت اللي علي لسوريا. يعني سامر انت ابننا مدينه حلب ومو غريب على اولاد حلب هاي الاراده والهمه. بدي اسالك عن موضوع الدعم النفسي اليوم اللي كان من حواليك، ما في حدا صار يخوفك رفقاتك وين رايح شو هاللجنان او شو رايح تسوي؟ اول مره بقول لهم في عندي بنت عمي ديما عقاد اليوم عيد ميلادها، بنقول لك لعمتي بخير نوجه لها تحيه لديما وزوجتي ندى كمان الله يعينهم منظور لندى. اول ما قلت لهم انه رايح ايفرست قالوا لي انت بدك تموت ما عرفان شلون يا اخي موت هون خلصنا. بس عن جد بس اول لحظه هي كانت الصدمه لالهم انه سامر ليش عم بتفكر يعني وين عم بتفكر. بس وبعدين وقت سمعوا انا شو عم بفكر للامانه لا ابدا ابدا كل اللي حوالي هن عن جد ما كانوا موجودين معي بايفرست، بس للامانه كانوا موجودين بكل دقيقه معي. كثير في اشخاص انا ما بعرفهم على الفيسبوك عن جد بحسهم موجودين صاروا بحياتي. كان يعني في مهرجان على الفيسبوك سامر الحمد لله مهرجان كان بستاهل عن جد, عن جد مو لانه سامر بس الانجاز انا بظن بستاهل يكون نساوي له اكيد شيء كثير منيح لسوريا بغض النظر عن سامر. اكيد سامر قديشك بلحظات صرت تتذكر الفيلم تبع ايفرست، قديشك صرت تتذكر احداث بعيد الشر عن قلبك يعني، بس انه قديشك صرت تتذكر انه هون هيك صار وهون هيك صار، هدول التفاصيل تبع الفيلم اللي عايشه جواتنا، كيف هيك تخطيتها؟ ثلاثة ايار كنا بالمخيم الثاني الساعة 2 بالليل اجت عاصفه بديت الخيمه تضربنا من جوا، نحن قاعدين جوات الخيمه بديت تضربنا. عشت حالك بالفيلم؟ اكثر لحظه عن جد يعني حتى الساعه 8:30 الصبح المسؤولين علينا فتحوا الخيمه، الكلمه الوحيده اللي قالها
نحن بدنا ننزل للمخيم الرئيسي لنحافظ على حياتهم. هي الكلمة تعني انه ممكن نوصل، ممكن الله يرحمنا كلياتنا. فهي اكثر لحظة انا يعني شفت الفيلم فيها، لانه هو الفيلم ايفرست اللي صار فيه اجت عاصفة هي اللي قتلت المتسلقين. قلت وصلنا لل خلينا هيك كمان نحكي بتفاصيل، شو كنتوا تاكلوا؟ هيك كنا تحت الهواء عم نسالك انا ونرمين، كيف كنتوا تاكلوا؟ كيف كنتوا تشربوا؟ صار معك مرض؟ تعبت؟ قلت لي شو عمل باجريك بايديك بوشك؟ الاكل اول شيء الاكل، نحن كان عندنا 5 ايام اكيد كل يوم في رز، في نوع من انواع الشوربه. ليش الرز وليش الرز؟ لانه هو بيعطيكي بروتين، يعني مو بروتين، نشويات للجسم. اوكي. نوع من انواع البقوليات اللي دائما موجوده هي شوربه، كمان على مدار الشهرين اللي احنا فيهم. احيانا ناكل معلبات، طون، سردين، يعني بس. فهو للامانه ال 55 يوم نحن كنا عم ناكل نفس الاكل بس بلون مختلف احيانا، بس بغير اللون اللي شايف. وصلنا لمرحله بطلنا ناكل، يعني انا بتذكر اخر اسبوع من قبل ما نطلع القمه صار الدكتور يوقف فوق راس، في معنا كان دكتور نحن مشرف علينا، صار يوقف فوق راسنا كول، نقول له كول، لازم ناكل لحتى نتقوت. هلا بالنسبه نحن بالمخيم الرئيسي كان افضل ايام ناقص 4 درجات الحرارة، دائما يعني لابسين 3-4 بنطلونات، 3-4 كنزات، جاكيت. مرضت مرتين قريب عادي، نفدت الحمد لله من المرض. بس كنت عامل احتياطاتك قبل ما تسافر بتدريبات بأدوية بقصص بشماط تمرض؟ اكيد اكيد اكيد، يعني ما في لكي ما في حدا ممكن يطلع على ايفرست هيك يضب شنطايته ويقول لك انا رايح مشوار عادي. ما الحكومة أول شيء الحكومة بترفضه، لأنه في ترخيص حكومة نيبالية لازم تاخذيه. ثاني شيء ما في أي شركة ممكن توافق إنك أنت تجي تطلع إيفرست إذا مالك مساوي أقل شيء جبل أكثر من 6000 متر. يعني لازم، يعني أنا وقت طلعت لابوتشي طلعت لابوتشي لسبب إنه لازم لازم أطلع أكثر من 6000 متر لحتى الحكومة النيبالية توافق هذا الشخص يجي يتسلق قمة إيفرست. سامر ايمت بلشت الفكره براسك؟ يعني احنا عم نحكي من 2018 يمكن قبلها في تحضيرات، ايمت هيك بلشت الفكره براسك وبلشت تعمل سيرش يعني تجمع معلومات وتخطط لتفوت بهي المغامره؟ ب 4/1/2018. ليه هذا التاريخ بالذات؟ لانه كنت قاعد، يعني انا اسف عدت هذا الكلام كثير، قاعد عم بتفرج على فيلم ايفرست ب 4/1/2018، فجاه بدي الفيلم يدخل براسي. يعني انه انسى موضوع نهايه الفيلم، انسى موضوع الموت، انه ليش يعني ما كان كنت ما بعرف انه حتى انه ما في سوريين مساوين هذا الانجاز. ف ضليت من 4/1 ل 8/1 انا ما نمت، مرتي تفيد قال لي شو عم تعمل؟ قال لها ما عم بعمل شيء عم شوف الفيلم عم عيده. ما كانت تعرف شو عم بعمل. بعد 4 ايام كنت مساوي كل شيء تقريبا، اي حدا ممكن يسالني اي سؤال عن هذا الموضوع. ف تمام، من هون بديت اول خطوه يعني. نعم سامر، حكينا كيف كل التفاصيل ولكن ما حكينا كيف رجعت، يعني بعد ما رجعت كيف انتم هيك الجروب هنيتوا بعض لتعبتوا سوا لهلا بعد في تواصل؟ وقت جيت على الشام كيف هيك استقبلوك العيلة رفقاتك وقت شفت يمكن سوشيال ميديا ضاجج بسامر عقاد؟ هلا اول شيء عن جد في شخصين كانوا معي من اليونان وفي شخص بريطاني والدكتورين بريطانيين. تخيلي لليوم نحن انا بقول لهم هدول صاروا مثل رفقات الجيش. مستحيل ننسى بعضنا، يعني هن وعدوني لا بدهم يجوا على سوريا وانا وعدتهم ان شاء الله اذا بحسن بطلع لعندهم. تخيلي اليوم اللي عم نودع بعضنا من كاتماندو كلياتنا صرنا نبكي انه يعني نسينا بقى كل شيء وجع، انه هدول اللي عشنا معهم هالايام. وقت خلصت انا كانت طيارتي على اساس ارجع ب2/7 ب2/6، ما حسنت انه خلصت
بدنا نرجع. فرجعت مثل ما بقولوا اليوم قبل بكره صار بدي ارجع. للامانه تفاجات جايين رفقاتي على المطار وجايبين لي الكلمات اللي انا دائما مشهور فيها اللي هي والله لنكيف مكرويف ايه يعني. وشفتهم عن جد يعني قلت هذا اللي بدي اياه. هذا ايه عن جد عن جد عن جد يعني هدول الناس اللي كانوا موجودين بكل الوقت كانوا موجودين معي. وقت طلعت من 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 المطار اول ناس شفتهم هن هدول. هي كانت عن جد الفرحه. ما بخفي ابدا انه وقت رحت انا يعني عن جد هي روحها كثير خطره. قلت ان شاء الله بس احسن ارجع اشوفهم ما يرجع جسمان. الحمد لله رب العالمين رجعت وشفتهم. يعني هذا كان يعني حتى مسكنا حمامات جابوا لي هن حمامات قالوا لي انت مو عم بتقول سلام. جابوا لي حمامتين بيض وعلى باب المطار طيرناهم لهدول الحمامتين. سامر يعني تفاصيل كثير حلوه اللي ما بيعرفها بيجهلها. قبل ما نختم معك شو مخطط لبعدين؟ بعدك بتعيد المغامره نفسها او في مغامره جديده ممكن انت تخطط لها؟ معقول في فيلم نازل مندير بالنا بعد ايفرست؟ انا يعني بس ايفرست اكيد ما بعيده مره ثانيه حاد مره واحده وبكفي. ان شاء الله رح يكون في شيء ثاني. لسه حاليا استراحه محارب ما في خطه معينه بس بقولها وبعيدها ودائما بقول نحن السوريين حدودنا السماء وان شاء الله رح نصل للسماء ان شاء الله. يا رب. سامر عقاد نحن كثير فخورين فيك وكثير مبسوطين انه هيك عندنا هي الاراده وهي القوه. ومثل ما قلت لك من قبل وبقول لك هلا كثير بتمدني بطاقه ايجابيه باراده كثير حلوه. اكيد تحيه لزوجتك يلي تحملت يمكن مخاطر رعب انه هي بعيده عنك وبحاله خطر انت. بدنا نقول لها صباح الخير لندى وبدي اتشكرك وشكرا لك وناطرينك اكيد بكل جديد بالبلد كمان تعملنا هيك مغامرات كلنا نتشارك فيها لانه عن جد عندنا جبال وعندنا عنا اماكن كثير حلوه. ميرسي لك يعني سامر بتمنى لك كل التوفيق. يعني بس نشوف اللمعه الحلوه اللي بعيونك وقديش انت مبسوط بهذا التفصيل فنحن كثير فخورين فيك اكيد فخورين بكل سوري اليوم ما حاطط بباله يمكن هدف او طموح وحابب يوصله وانت حققته اليوم. شكرا كثير لك وكل التوفيق. شكرا لكم وشكرا للاستاذ خالد حبوباتي رئيس الهلال الاحمر العربي السوري وجمعيه الفينيخ المستدام لدعم متواصل لقلي. شكرا لكم اكيد وشكر لكل شخص دعم سامر. شكرا كثير لك.